للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من ستوكهولم استاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. عامين منذ اعلان استعاده الموصل من قبل العبادي من قبضة تنظيم الدوله. النازحون انتظروا تيسير سبل عودتهم الى منازلهم في المدينه. ماذا قدمت الحكومه بملف اعاده النازحين في هذين العامين؟ شكرا لاستضافتكم. الحقيقه الموصل مستهدفة لعدة أسباب. أولا لكونها ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة بغداد، وأنها تشكل مجتمع عراقي فسيفسائي مصغر، ولأن سكانها معظمهم من الجيش الوطني وسلاح الجو الباسل الذي دك وأدب إيران. لذلك هنالك عملية انتقام من هذه الشرائح كمدينة وكفئات وكثقافة وكديانات. أخطر ما تواجهه الموصل الآن هو خطر المكاتب الاقتصادية التي استفزت الحقيقة أهالي الموصل لمحاولتها تغيير الغلاف السكاني والمعالم العربية الإسلامية والمسيحية وتغيير كافة الثقافات في الموصل. ومن ضمن تلك الأساليب الاستفزازية التي اعتمدتها حكومة الموصل مثلا الاستيلاء على أراضي البلدية وتحويلها لأراضي سكانية لإسكان الدخلاء على أهل الموصل، محاولة طرد المسيحيين والاستيلاء على أراضيهم وبيوتهم، الهيمنة على دوائر الجمرك وعلى ساحات وقوف السيارات وبعلم وتنسيق المحافظ والبلديات. ورغم ذلك ولغرض المزيد من الإمعان في الانتقام والإذلال لأهل هذه المدينة العربية الأصيلة التي تمثل مجتمعا عراقيا فسيفسائيا مصغرا، لحد الآن لم تصرف الميزانية الكافية لإعادة الإعمار. على سبيل المثال مثلا هنالك ما تزال 80 مدرسة في الساحل الأيمن مدمرة، وإن الطلبة والمعلمين يداومون أربع شفتات أربع وجبات. فالغرض من التوجه نحو هذه المدينة هو الانتقام. وما حادث العبارة إلا كانت القشة التي قسمت ظهر الميليشيات وأكاذيب الحكومات السابقة التي سلمت الموصل إلى داعش، والتي تعرض فيها جيشهم إلى أبشع هزيمة في التاريخ. نعم، هجرة عكسية يقوم بها سكان الموصل والعائدون إليها من المخيمات. كيف تقيم الأوضاع في المدينة من الناحية الخدمية والأمنية؟ من الناحية الخدمية هناك انهيار خدمي كامل، وكما أشرت أن المكاتب الاقتصادية تحاول بناء مشاريع وهمية تخلو من شروط السلامة المهنية، وكما حدث في حادث العبارة. وحتى الحادثة العبارة والشركة التي تمتلكها ليست من أهالي الموصل، وكما أشرت هو الهدف تغيير الغلاف السكاني وتغيير معالم المدينة الثقافية والحضارية، انهيار الوضع الصحي، انهيار الوضع التعليمي. هي عملية انتقام، محاولة إذلال حاشا لأهل الموصل أن يذلوا، لأن أهل الموصل معروفين بشجاعتهم وبكرمهم. نعم، أهل الموصل يتهمون السياسيين بعمليات ابتزاز سياسي في الانتخابات فقط، ثم إهمال الموصل وإهمال المدينة بعد الفوز بالمناصب. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ نعم بالتأكيد، هو أصلا عملية الانتخابات أساسا هي كما يعلم الجميع أنها مزورة، وباعتراف الأمم المتحدة مؤخرا هناك تقرير دولي ذكر أن الانتخابات التي جرت في الموصل وغيرها أساسا غير خاضعة للمعايير الدولية. عملية بيع وشراء المراكز والمناصب هذه أصبحت حالة معروفة، ولذلك انهيار الوضع الأمني، لأن هؤلاء لا يهمهم الوضع الأمني قدر ما تهمهم عمليات السرقة والابتزاز بشتى الوسائل والطرق، لأنهم أصلا لم يأتوا لخدمة الموصل بل لخدمة مصالحهم ولخدمة مصالح الدولة الإيرانية التي جلبتهم ونصبتهم على رقاب شعبنا في العراق وعلى رقاب أهلنا في الموصل. نعم، الموصل شهدت مؤخرا كارثة كبرى تمثلت بفاجعة غرق العبارة. فاجعة هذه الفاجعة ألا تعد كاشفة عن مدى ما وصلت إليه الأمور في الموصل
من سيطرة الفاسدين على كل شيء. بالتأكيد، ما هو حتى الشركة كما ذكرت، حتى الشركة التي كانت تدير العبارة هي شركة ليست من أهالي الموصل، رغم أن الموصل معروفة برجالها وبكفاءتها وبما تمتلكه من إمكانيات على كافة الصعد، على الصعيد الصحي والقضائي والعسكري. وهذه الشركة أساسا لم تتوفر فيها شروط السلامة المهنية، ولذلك حدوث هذا الحادث مسألة كانت طبيعية، لم تكن يعني بقدرة قادر، بل كانت بقدرة فاعل وفاعلين من الفاسدين الذين يسيطرون على ملفات الفساد الذين ساهموا بقتل ودمار الشعب العراقي من البصرة حتى الموصل. لكن الموصل أكثر استهدافا لأنها كما أشرت تضم خيرة قادة وضباط الجيش العراقي، والذين كانوا هم حماة الأمن الوطني العراقي والأمن القومي. الأستاذ عبد السلام الطيب، أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.